نوض ايها الشعب الحر، نوض نوض، خرج هضر على الحق ديالك، خرج ايها الشعب الحر، ديروا واحد الحركه تاريخيه كما داروها الناس من قبل، علاش حتى حنا ما نديروهاش؟ ويكون الناس خرجت، الشعب الفرنسي وخرج، جرى على الملكيه كانت فاسده في ديك الوقيته، وحاسبوا الملك نتاع فرنسا في واحد الساحه اللي كانوا يسميوها بحال حنايا فين ما كتشوف شي ساحه، سواء جميع الساحات اللي كيبدو تجبر، ساحة محمد الخامس، ساحة محمد السادس، ساحة الحسن الثاني، ساحة فلان، ولكن الشعب الفرنسي، غير نعطي لكم هذا المثال اللي قرينا حنا، الشعب الفرنسي الملك اللي كان فاسد قبل قبضوه وكلها بلا ما نقول لكم بواحد الطريقة اللي عذبوه، زعما نقول لك ما حنا ما كنبغيوش العنف، ولكن الشعب خصو ينوض، حتى حنا نديرو التاريخ، حتى حنا نديرو التاريخ ديالنا ونجريو على هاد الصهيون المتصاهين، ديروا النفس، ديروا اليد في اليد، خرجوا جريوا، الناس راها كتموت، راهم كيموتوا في الحباسات، اللي كيقبضوه يرميوه في الحبس، ها 20 عام، ها 15 عام، ها 5 سنين، دانيال كيخرج بالعفو، الفيزازي كيخرج بالعفو، شكون؟ واش حنا ما نخرجوش نديروا واحد التاريخ، نخليوه الاولاد ديالنا يفتخروا به، هذه هي وصلت الساعة، جميع الحجج عندكم، العب بالدين، العب بالمساجد، كيتصرف في الأئمة ديال الكفر، الفلوس ما يعطيلكمش الحق ديال الفوسفات، ما يعطيلكمش الحق ديال واش تكاين يعني الثروات، الثروات اللي عطاها لنا الله تعالى، السمكية ولا الفوسفات، حتى الذهب كاين، والذهب وكاين الكهرباء الإخوان، نوضوا نديروا حتى حنايا التاريخ، نصنعوا واحد التاريخ يكون مبني على الحق، الشعب خرج واحد النهار، واحد الشعب خرج حر وجرى على واحد النظام كان ديكتاتوري، هذا الشيء اللي بغينا أولادنا ولاد بدنا يشوفوه يقراوه من يولي يكون عندنا العز في التاريخ، ماشي يكون عندنا العز ديال الكذوب نتاع العلويين اللي يقول لك جدو كان في القمر ويكذب على عباد الله امين المؤمنين يبقاو يضحكوا علينا، صافي حنا نصنعوا التاريخ، ما مشاش الحال الاخوان، اللي يقول لكم مشى الحال ما مشاش الحال، واللي كيقول لنا انتم راه انفصاليين حنا نزيدوا عشا الشعب، خرجوا خرجوا نجريوا نصنعوا نعاودها من جديد، نصنعوا التاريخ، نديروا التاريخ يبقاو يهضروا عليه حتى حنا دول اخرين، يقولوا كانت واحد المافيا، كان واحد الطاغيه، كان واحد المنكر كان يحكم في واحد الدوله، في واحد الدوله مغربيه، وجا ناض ذاك الشعب الحر نساء ورجالا هما كيخرجوا، واحد كان واحد المطبيع مع الصهاينه، كان واحد يكذب على الشعب ديالو يقول امين المؤمنين، كان واحد السلطه، واحد العائله هلكية كتحكم بالكذوب وبالخرافات، وهذا الشيء هذا خرج واحد الشعب، وانتوما الشعب انتوما اللي غادي تجيبوا، بغيناكم تصنعوا التاريخ، بغيناكم تصنعوا التاريخ، ما مشاش الحال، اللي يقول لك علاش ما خرجش البارح خرج اليوم، اللي يقول لك علاش ما خرجش اليوم خرج غدا، الخروج كاين كل شيء غادي يخرج الشارع، لان هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير، الشعب كامل فين راه فرعون السادس؟ انت يا اللي راك دست في القصر ديالك تما ما يسلكك حتى واحد، ما يسلكك لا مال لا بنون، ما تسلكك حتى شي حاجه، والله يا ذاك الشعب ان شاء الله يصنع التاريخ ويجري على هاد الدكتاتوري، نتفاخروا حتى حنايا، نفتخروا ونقولوا عندنا الشعب، الشعب نتاع بصح، ماشي يوهموكم يقول لك رانا كنحميوكم بالاعداء، وقفوا ديروا اليد في اليد الاخوان، مش حال قدنا يضحكوا علينا الناس، مش حال قدنا يبقاو يقولوا ديك البلاد راه الناس ما كتهضرش، عاش الشعب نوض ايها الشعب الحر، نوض نوض، خرج هضر على الحق ديالك، خرج ايها الشعب الحر، ديروا واحد الحركه تاريخيه كما داروها الناس من قبل، علاش حتى حنا ما نديروهاش؟ ويكون الناس خرجت، الشعب الفرنسي وخرج، جرى على الملكيه كانت فاسده في ديك الوقيته، وحاسبوا الملك نتاع فرنسا في واحد الساحه اللي كانوا يسميوها بحال حنايا فين ما كتشوف شي ساحه، سواء جميع الساحات اللي كيبدو تجبر، ساحة محمد الخامس، ساحة محمد السادس، ساحة الحسن الثاني، ساحة فلان، ولكن الشعب الفرنسي، غير نعطي لكم هذا المثال اللي قرينا حنا، الشعب الفرنسي الملك اللي كان فاسد قبل قبضوه وكلها بلا ما نقول لكم بواحد الطريقة اللي عذبوه، زعما نقول لك ما حنا ما كنبغيوش العنف، ولكن الشعب خصو ينوض، حتى حنا نديروا التاريخ، حتى حنا نديروا التاريخ ديالنا ونجريوا على هاد الصهيون المتصاهين، ديروا النفس،
ديروا لي يد في اليد، خرجوا جريوا، الناس راها كتموت، راهم كيموتوا في الحباسات، اللي كيقبضوه يرميوه في الحبس، ها 20 عام، ها 15 عام، ها 5 سنين، دانيال كيخرج بالعفو، الفيزازي كيخرج بالعفو، شكون؟ واش حنا ما نخرجوش نديروا واحد التاريخ، نخليوه الأولاد ديالنا يفتخروا به؟ هذه هي وصلت الساعة، جميع الحجج عندكم، العب بالدين، العب بالمساجد، كيتصرف في الأئمة ديال الكفر، الفلوس ما يعطيلكمش الحق ديال الفوسفات، ما يعطيلكمش الحق ديال واش تا كاين يعني الثروات اللي عطاها لنا الله تعالى، السمكية ولا الفوسفات، حتى الذهب كاين، والذهب وكاين الكهرباء الإخوان، أنوضوا نديروا حتى حنايا التاريخ، نصنعوا واحد التاريخ يكون مبني على الحق، الشعب خرج واحد النهار، واحد الشعب خرج حر وجرى على واحد النظام كان ديكتاتوري، هذا الشيء اللي بغينا أولادنا ولادنا يشوفوه، يقراوه من يولي يكون عندنا العز في التاريخ، ماشي يكون عندنا العز ديال الكذوب نتاع العلويين اللي يقول لك جدو كان في القمر ويكذب على عباد الله أمين المؤمنين، يبقاو يضحكوا علينا، صافي حنا نصنعوا التاريخ، ما مشاش الحال الإخوان، اللي يقول لكم مشى الحال ما مشاش الحال، واللي كيقولنا نتوما راه انفصاليين حنا نزيدوا عشا الشعب، خرجوا نجريوا نصنعوا نعاودها من جديد، نصنعوا التاريخ، نديروا التاريخ يبقاو يهضروا عليه حتى حنا دول اخرين، يقولوا كانت واحد المافيا، كان واحد الطاغية، كان واحد المنكر كان يحكم في واحد الدولة، في واحد الدولة مغربية، وجا ناض داك الشعب الحر، نساء ورجالا هما كيخرجوا، واحد كان واحد المطبيع مع الصهاينة، كان واحد يكذب على الشعب ديالو يقول أمين المؤمنين، كان واحد السلطة، واحد العائلة هلكية كتحكم بالكذوب وبالخرافات، وهذا الشيء هذا خرج واحد الشعب، وانتوما الشعب انتوما اللي غادي تجيبوا، بغيناكم تصنعوا التاريخ، بغيناكم تصنعوا التاريخ، ما مشاش الحال، اللي يقول لك علاش ما خرجش البارح خرج اليوم، اللي يقول لك علاش ما خرجش اليوم خرج غدا، الخروج كاين كل شيء غادي يخرج الشارع، لأن هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير، الشعب كامل فين راه فرعون السادس؟ نتايا اللي راك دازت في القصر ديالك تما ما يسلكك حتى واحد، ما يسلكك لا مال لا بنون، ما تسلكك حتى شي حاجة. والله يا ذاك الشعب ان شاء الله يصنع التاريخ ويجري على هاد الديكتاتوري، نتفاخروا حتى حنايا، نفتاخروا نقولوا عندنا الشعب نتاع بصح، ماشي يوهموكم يقول لك رانا كنحميوكم بالاعداء، وقفوا ديروا اليد في اليد الاخوان، مش حال قدنا يضحكوا علينا الناس، مش حال قدنا يبقاو يقولوا ديك البلاد راه الناس ما كتهضرش، عاش الشعب ولا عاش من خانه، ويسقط ذاك فرعون السادس، نوض ايها الشعب الحر.